أنت؟ لم أرك من قبل. اسمي كناريا سيدي كيلوا. هذه لك زلاجتك سيدي. لا أستطيع، اعذرني. إنها هدية لك. لي أنا؟ شكرا على كرمك أيها السيد، ولكنني أنا خادمة وحسب. أرجوك لا أستطيع قبولها. أنا خادمة وحسب. خادمة؟ جئت لزيارة صديقي كيلوا، نحن أصدقاؤه. هذا يوريو. مرحبا. كورابيكا، هل لك أن تدلين على منزل صديقي؟ عودوا بسرعة. تقفون الآن فوق ممتلكات الأسرة، لا يمكنكم العبور من دون إذن. أردنا أن نعرف اسمك أولا يا آنسة. من العيب عليك أن تتجاهلين. لقد تجاهلتكم لأنني لا أرغب في هذه المعرفة. ماذا؟ يكفي يا يوريو، أرجوك انسى أمرها. ألم تسمع ما قالت؟ أكرر ما قلت، هيا غادروا. هذه الغابة من أملاك أسرة زولديك، لا يستطيع أحد عبورها من دون إذن، هل فهمتم؟ نحن ضيوف هنا، وقد تمكننا من تجاوز البوابة الرئيسية. سمح لنا السيد زيرو والسيد سيكوانت بالوصول إلى هنا يا آنسة. ولكن الموافقة لم تصدر من مكتب كبير الخدم. وكيف سأحصل على موافقة كبير الخدم؟ قلت له إنني صديق ولكنه لم يصدقني. اسمع، هذا ليس من شأني. ها؟ لم يسمح بالدخول لأي شخص. وما الذي يجب علينا فعله الآن؟ كما قلت لكم، غادروا. استمعوا إلي جيدا ولا تقاطعوني. ستواجهون خطرا كبيرا إن تجاوزتم هذا الخط. ها؟ ها؟ جون؟ ها؟ اعتمد علي. جون! يا إلهي، أي ضربة تلك؟ لما ضربته؟ ألم تسمعني؟ سأستخدم القوة إن تجاوزتم هذا الخط. تبدين واثقة بأنك أحسنت التصرف. تذكر أنني حذرتكم. انتهى وقت الكلام. يوريو، يجب أن تدفع الثمن. لنقل إن تحذيري هو البداية فقط. هيا، لا تحذير بعد الآن. هيا تراجعوا. ما أقواها. لأنك أثرت غضبها يوريو. صوتها الهادئ لا يدل على أنها تعرف الغضب. جون، تلك الفتاة كظمت غيظها حتى لا تظهر كل قوتها. نعم كورابيكا، شعرت بأن الجهد الذي بذلته لا يذكر. ماذا قلت؟ فقدت وعي بجهد لا يذكر؟ يبدو لي أنها قادرة على سحقنا في دقيقة واحدة، لكنها لم تفعل. وكما أخبرتنا، فما فعلته كان محض تحذير. لكن لماذا؟ ما حدث ذكرني بكلام سيكوانت. قال يومها إن فتاة من حراس المكان تمكنت من سحق جيش من الصيادين جاءوا للنيل من أفراد أسرة زولديك قبل عامين. ولكن هل كان يقصد تلك الفتاة؟ جون، لم تخبرنا مع أنك كنت تعلم؟ أقول لك مرة سادسة بعد الألف، إنك ستفقد حياتك بسبب طيشك. هيا بنا إلى هناك لنجرب الدخول مرة ثانية.
يا إلهي، تدخل كلماتي من أذنه اليسرى لتخرج من الأذن اليمنى بسرعة البرق. دعونا نقفز فوق تلك الأسلاك ونتجنب لقاءها. لا يبدو حلاً مجدياً. ربما سنواجه كثيراً من المتاعب إن خالفنا القوانين المتبعة فوق أرض الأسرة، والدليل على ذلك ما حدث عندما التقينا تلك الفتاة. لا أقصد أن نعود من دون لقاء كيلوا، ولكن من الأفضل أن نفكر ملياً قبل أن نخطو الخطوة التالية. كلامك صحيح تماماً. الآن عرفت لماذا نصحنا السيد زيرو أن نسلك هذا الطريق. نصيحة قيمة. إذن ماذا علينا فعله الآن؟ هيا فكرا. لحظة واحدة، أقترح عليكما أن نعود الآن إلى تلك الفتاة، فقد تغير رأيها. حسنا، لا بأس، لا حل آخر. هيا لي. شكرا على كرمك أيها السيد، لكنني لا أستطيع قبولها. أنا خادمة، خادمة وحسب. ما الأمر يا جون؟ انظرا، إنها لكيلوا. حدث أمر ما هناك. أجل، لا أظن أن الزلاجة سقطت منه من دون أن يشعر بذلك. لماذا عدت؟ ألا يكفيك ما حدث؟ جئت لأكرر ما قلته من قبل، نحن هنا لزيارة صديق كيلوا ولن نغادر قبل لقائه. أنت لا تصدقين أننا أصدقاء كيلوا لأنك لم ترين من قبل. لقد تعرفنا سابقا في اختبار الصيادين. لا تحاولوا، ما من دليل واحد يثبت صحة ما تقولونه الآن. أمرت بمنع الغرباء من تجاوز الحدود، إنه عملي، هل فهمتم؟ انصرفوا. هي حارسة إذن، أنت كالخدم تنفذين الأوامر فقط. صحيح. ها؟ لم تغضب؟ ها؟ انتهى وقت التحذير، هذا ما قالته الفتاة. مفهوم. لوح التزلج لكيلوا، أليس كذلك؟ بلى. ولما تركه في هذا المكان؟ إنه لي، هدية سيدي. هدية؟ لماذا؟ لا أعلم السبب ولا يحق لي أن أسأل. كلامك لا يصدق، فقد كان لوح التزلج ملتصقا بيد كيلوا ولم يتخلى عنه لحظة واحدة. صحيح، فالجميع يعلم أن لوح التزلج جزء من جسد كيلوا. ما السبب إذن؟ كيف استطاع التخلي عن جزء من جسده؟ كلامك يزيد من حيرتي، بل إنني بدأت أشك في إخلاصك لكيلوا. ابتعدي عن طريقنا، نريد أن نقابل سيدك ونعرف الحقيقة كاملة. اسمعي، يبدو لي أن أمرا ما حدث لكيلوا، وهذا ما دفعه إلى ترك لوح التزلج قبل وصوله إلى المنزل. إن اكتشفت أنك السبب في ذلك فلن أتردد في... في ماذا؟ أجل، فلن أتردد في... لن أتردد في توجيه إنذار إليك كما فعلت. يا آنسة، هل كيلوا هو الذي أعطاك هذا اللوح حقا؟ أجل، أتصدقين؟ أجبت عن سؤالك ولا يهمني ما إن صدقتني أو لا. ألا يحق لي أن أحقق في الأمر؟ تحقق؟ وأي أسلوب ستتبع؟ سؤال كيلوا. كيف تجرؤين على ذلك؟ لماذا تعامليننا بهذه القسوة؟ كما قلت لكم من قبل، لا تحاولوا تجاوز حدودكم. هل فهمتم قصدي؟ أنتم أشخاص غير مرغوب فيكم في هذا المكان، انصرفوا. كورابيكا لم تظهر قوتها كاملة. صحيح، قوتها تفوق الوصف. لا أزال أتساءل عن السبب الذي يجعلها هادئة تماما. إنها تخفي سرا. كأنها لا تريد أن تؤذينا. أصبت. أي سبب يدفعها إلى ذلك؟ إن ملامحها باردة كالثلج. ملامح الشخص لا تعبر عن مضمونه دائما، فمن ينظر إلى وجهك يوريو لا يصدق أنك تحمل وثيقة صياد.
يوريو، كورابيكا، لا تتحرك، سأتصرف. ها؟ جون! أعترف بتفوقها ولكنني لن أقف مكتوف اليدين. يوريو، لا أزال قادراً على السير على الرغم من أنني لا أشعر بما حولي. لا، لا تقترب. تراجع أرجوك. لن أسمح لك بالدخول، أرجوك لا تحاول التقدم، سأضربك إن تجاوزت هذا الخط. أنت من يجبرني على ذلك، لا تقفا من دون حراك، امنعاه. من أنت؟ أجيبيني، سألتك عن اسمك ولكنك لم تجيبيني. أكرر سؤالي، ما اسمك وماذا تفعلين؟ إنني خادمة لدى أفراد أسرة زولديك. طيب، ما اسمك؟ أجيبيني. أنا خادمة، أعمل خادمة هنا، لا يحق لي أن أحدث أحداً. لا، لا أظن أن أحداً يمنعك من البوح باسمك. سأكرر سؤالي، ما اسمك؟ أجيبيني. كنا ريا. رائع، اسمك جميل يا كناريا. أجبت عن سؤالك، ارحلي الآن. آنسة كناريا، ماذا؟ جئنا إلى هنا لأجل زيارة كيلوا.
أرجوك اسمحي لنا بالمرور. لسيد كيلوا مكانة مميزة داخل أسرة زولديك، وليس من السهولة أن يقابله أناس عاديون. هناك أمر آخر، قانون الأسرة يمنع سيدي من اتخاذ الغرباء أصدقاء له. لسنا غرباء، نحن نعرف كيلوا حق المعرفة، فقد عشنا معا مدة طويلة، كان ذلك في أثناء اختبار الصيادين. لا يهمني، أنا لا أعترف بما يحدث خارج البوابة الحجرية، افهمني أرجوك. تعلمت أن الناس مصنفون في درجات محددة، وأنتم لا تستطيعون الدخول إلى منزل الأسرة. أنا أنفذ أوامر الأسرة فقط، ومن واجبي أن أمنع دخولكم. هذا كل ما لدي، انصرفوا. أنسة كناريا، إياك أن تقترب. قصة الزلاجة، هل تعلمين أنني بدأت أصدقها؟ أقصد أنت صديقة كيلوا، أجل صديقته. لكيلوا كثير من الأصدقاء، وبما أنك صديقة له ستقدرين بلا شك إصرارنا على لقائه، فهو صديق لنا أيضا، ولهذا لم تظهري قوتك كاملة. ليس صحيحا، أنا لست صديقة لسيد كيلوا، كما أنه لم يقدم زلاجته هدية إلي، تلك هي الحقيقة، صدقني. لقد سقطت من يده. احتفظت بها لأعيدها إليه عندما يمر من هنا ثانية. أنا خادمة فقط، أنفذ الأوامر، أعلم حدودي ولا أتجاوزها، سأطرد إن خالفت الأوامر. ألك حدود هنا؟ أجل، إنني إنسانة عادية، أطيع أوامر أفراد الأسرة لأحافظ على عملي، هذا ما لدي. كناريا، انظري إلي. اسمي جون، جئت لزيارة صديق، وصديق اسمه كيلوا زولديك، والآن دورك. لكنني خادمة تعمل لدى أسرة زولديك. اسمك كناريا، أياً كان عملك فهو لن ينفي أن لك اسماً تعتزين به. اسمعي، رسمت حدوداً لك وقررت ألا تتجاوزيها لأنك تعملين في خدمة أفراد الأسرة، لقد أسرت نفسك بتلك الحدود الكاذبة. لا، أنا أنفذ القانون. ها؟ أجل، إذن ما هو رأي كيلوا يا كناريا؟ أهو الذي أخبرك أن قانون الأسرة يمنعك من تجاوز الحدود بينكما لأنك خادمة؟ من أنت؟ لم أرك من قبل. اسمي كناريا سيدي كيلوا. اسمعي يا كناريا، خذي، إنها لك. زلاجتك سيدي، لا أستطيع، اعذرني. لماذا؟ إنها هدية لك. شكرا، لا أستطيع قبولها، معذرة سيدي. لا تناديني بسيدي، ناديني كيلوا وحسب. لا أستطيع، أنا خادمة وحسب، وأنت سيدي كيلوا. خذي الزلاجة وأنا أخذ هذه، وبذلك نكسر الحواجز. أعذرني سيدي، أنا خادمتك، لا يحق لي أن أتجاوز حدودي. عنيدة. أرجوك لا تغضب سيدي كيلوا. تحدث إلي وكأنه يعرفني منذ مدة طويلة، ولكنني كنت فظة في حديثي. ماذا أفعل؟ انظري، الأمر سهل جدا. كناريا، أنت طيبة القلب، لا تتظاهري بالقسوة، فهي ليست من صفاتك. يحب كيلوا أن يكون له أصدقاء، صدقيني، هو يشبهك كثيرا، أعرفه جيدا. أرجوك ساعدني يا سيدي كيلوا.